تخيل انك تشوف هذا الكرفان لمدة سنة من خلف الشاشة، واليوم راح تشوفه على ارض الواقع. هذا هو اشهر كرفان في امريكا، هذا هو سلام عشق الجميع، لان هنا برضه في كل المقومات اللي كانت موجودة بلاس فيغاس. هذا الشيء حببني بلاس فيغاس، ولكن المرة راح اشوف سلام على ارض الواقع. هذا الحق تعملوش يا جماعة نهائي، انت وقفت بينهم هذول الاثنين. 3 2 1. السلام عليكم يا شعب العربي العظيم، ويا اهلا وسهلا بفيديو جديد. قاعد معي كاميرا يا جماعة، وانا معي كاميرا، يعني اسمعوا راح تستمتعوا بزاويتين تصوير. نعم. انا دائما بتاخذوها من زاويتي، فشوفوها من زاوية شخص نزل جديد على امريكا. يا سادة قد ايش لك قاعد هون؟ 3 ايام 72 ساعة يا جماعة. واو، هنا ما بشقة موجود هون. اتحداك التحدي اللي بوصل السيارة اول له $50. طبعا السيارة يا جماعة راح تعرف شو هي، احنا موجودين على الطبقة الثانية تقريبا، فبوصل السيارة يعني عشان تعرفها. والله يا حب بدك تتحمل، قلت لك بدي اذلك هون. فثلاثة اثنين واحد روح. $50 من نصيبي. لا لا، هيك هيك ولا هيك؟ هيك هيك هيك. اوكي اوكي، هيو هيو يا جماعة، هيو جاي، هيو وين السيارة؟ السيارة تحت. اوكي السيارة هناك، استنوا ان شاء الله بس يوصل رعد. هذا اخذنا الصورة. هان لعد، لما يوصل رعد ان شاء الله بنرجع لكم. جهاد بالسيارة يا حبيبي. تعال يا معلم. وين؟ معلم كويس اني عرفتها اصلا. $50 والله لا تجيبهم. طلع لي حبيبي، طلع لي شوي كمان. والله غير تجيبهم هسه. $50 رايحين نعمل شوبينج. يرحم جدك. شوبينج. رايحين الان على اشي اسمه الراس، يعتبر من افضل المحلات عشان تشتري فيها واعي هون في امريكا. فالمحترم جاي، انت جاي من الاردن تشتري في امريكا واعي؟ تعرف ان انت بالاردن برضه اللبس حلو فيها كثير، وهون في امريكا اغلب الشغلات الموجوده تلاقيها شغلات ساده او ماركات، يا ماركات غاليه يا اشي بتلاقيه ب $10 $15، والماركه ما بتكون جدا قويه. المهم رايحين الان نشوف، راح اورجيكم وانتم راح تشوفوا، واكتبوا لي تحت في الكومنت شو رايكم. احنا وين رعد؟ احنا بهيوستن يا اخوان. وين بهيوستن؟ بالجاليري. جاليريا. ايش اسمها؟ جاليري. منطقة اسمها الجاليريا. طبعا من الشغلات النادرة اللي تصير في هيوستن انها بتشتي، فطلعوا يا جماعة في نقط شتاء، يعني انا لو الجو يصير ممتاز هون راح تكون هيوستن هي مدينتي المفضلة، مع احترامي للاس فيغاس، ولكن راح اتوقع انه هيوستن راح تقضي عليها على الاخر، لان هنا برضه في كل المقومات اللي كانت موجوده بلاس فيغاس. هذا الشيء حببني بلاس فيغاس. انا اول يومين فيها كانت كثير حم. وصلنا الراس، هذا يعتبر من افضل المحلات حتى تشتري منها مواعي هون. هذا اسمه باب، تفضل. هذا هو راس يا سادة، نظره مبدئيه عليه. بتيجي عندك رعد، هون عندك قسم الشورتات كامل، هنا عندك قسم البلايز. انا لوني المفضل الاسود، طبعا اسود وساده. تعرف السعر بتيجي هون يكون مكتوب، يعني يكون مكتوب $12. في ناس حتى هون بتفكر انك في امريكا بتاخذ اغراضك وتطلع، لا بتاخذ وعيك تروح تقيسهم. بس برضه هون مش يعني مش كثير بيقولوا لك انه الاماني وما اماني، وهون بخرفوا زي ما بدك. بيعدوا القطع اللي راح تفوت فيهم جوا، بيعطوك رقم عشان لما تطلع يسألوك عن الرقم. ايوه، لانه في ناس بتفوت تلبس جوا ولا طالع. الوضع هذا معلم، بدنا 3 عربيات. طلعنا احنا بدنا بلوزه واحده، ولكن طلعنا بست بلايز، فخلينا نجيب عربيه اشرف لنا. تعال يا شو هذا الدب؟ ايوه الدب على ظهري. كيف؟ طلع شمالك تلاقي كل انواع الاحذيه. خليني اعطيكم مثال، هذا قد ايش سعره؟ $22. احنا بنسميه في الاردن بوت، شو بتسميه عندكم في بلدكم؟ هذا سعره $10، هذا سعره $38، هذا الاحمر سعره $55، هذا سعره $32، هذا سعره $31، هذا البوت اللي جابه رعد سعره $22. عندهم رجالي ونسائي واطفالي وكل شيء بدك اياه. هاي هي الاغراض اشتريناها كلها، بتاخذ اغراضك وبتروح جوا على الزاويه لحتى تقيسهم. هسه بتعد لك اياهم كم واحد، كم بطلون وكم بلوز عشان تعطيك الرقم، واحد من الارقام الموجودة هون. يا اهلا وسهلا، غريبة فاضي اليوم عن جد عن جد يا جماعة. كل ايش رايكم؟ هاي الجينز، هاي البلوزة، ايش رايكم؟ طبعا هذا البوت عزيز علي لانه هدية من شادي السايس الراعي الرسمي للرحلة، فشكرا له. بشوف هذا الفيديو، شكرا لك يا شادي، جايك جايك خلال اسبوعين باذن الله. فروح على انستغرام، هي موجود هون عشان تعرفوا شو موجود بكاليفورنيا بعد اسبوعين من الان. اشي كثير بجنن، وراح اكون موجود هناك باذن الله. 3 بلايز، بطلون جينز، وبوتك قديش طلعوا؟ وارجو الناس حقيقه امريكا وارجيهم. طلع حساب $68 على
أربع قطع وخمس قطع وبوت. رايحين الآن على سلام، 10 دقايق ونوصل سلام. وين وصلنا؟ وصلنا السلام. سلام السلام. والله أخيرا وصلنا. وين؟ راح أورجيكم ردة فعل رعد بالألف للياء لشخص كان يشوف الفيديوهات وكان أدمن على القناة، يعني كان أدمن على القناة وشاف 130 فيديو حتى كان يشوفهم قبل ما ينزلوا مرات ومن أول ثاني لآخر ثاني، ولكن المرة راح أشوف سلام على أرض الواقع. أي واحد بيشوف سلام كان بيقول لي إنه من جوا أكبر من التصوير، على الحقيقة يعني أكبر من التصوير. 3 2 1 إيش رأيك؟ والله سلام، والله سلام، زمان عنه. هاي أسبت عليك يا من جوا. قعدت سنة كاملة وأنا بتخيل في اللحظة اللي راح أصل فيها سلام وطلع عليه. إيش رأيك فيه من برا؟ اسمع أنا من وين عند الأواعي قاعد أقول لك يلا يلا بدأ اللحظة. ألوانه أحلى من التصوير كمان. صحيح. على أرض الواقع أحلى من التصوير. كرفان عمره 45 سنة. هذا الكرفان دخل 30 ولاية لحد الآن. هذا الكرفان المعروف بكل مكان. هذا الكرفان اللي تصور بكل شوارع أمريكا. الناس بتصوره وهو صاف وهو بتحرك كمان. وحتى لو كنت أنا فيه أو حتى برا الكرفان الكل بأخذ صور معاه. هذا هو سلام. هذا هو حبيب الشعب العربي. يا سلام، مزوان الراعي الرسمي للرحلة. طلع حجمك مقارنة فيه كيف؟ اسمع هيك حسيت انه هيك في شيء ابهجني، يعني انك انت ايش عارفه؟ هذا الكرفان انا شايفه اكثر في ال 130 فيديو تقريبا وما صدقت وانا جد اشوفه الحقيقة. يعني دخل 30 ولاية لحد دخل الان، دخل 30 ولاية لحد الان. لسه يا جماعة هاي النظرة بس من برا لرعد، ورجت اياه من برا هيك نظرة خفيفة ومن جوا لسه عالم ثاني. رعد بيقول يا جماعة كأنه هذا الاشي انا شايفه وعارفه، هيك ماسكه وعارفه وفاهمه بس اول مرة اشوفه عرض الواقع. ايام كان مشتغل عندك لا ايام يا اخوان، هذول ترن عليه على المسنجر اشوفه فمعي تفاصيل كاملة. كان رعد يشوفه فيديو كول واول باول واحنا بنجهز فيه مزبط فيه، ولكن لما تشوفه عرض الواقع حتى اي شخص بيشوفني وبيشوف الكرفان عرض الواقع مان بيقول لي هذا الشيء مجنون مجنون مجنون. طب خليني احكي لكم انا وين صفوا اصلا. هاي يا جماعه شركه اصدقائي سلام ووليد، باذن الله هذا الحكي وهاي الشركه راح تكون مصدر الهام لكم بشكل كبير، راح يكون عنها مفاجاه ان شاء الله لقدام واحد من الفيديوهات الجايه، فخليكم جاهزين. فالشباب اول ما وصلت هيوستن قالوا يا جهاد بتجيب الكرفان وبتصفوا هون. انا صفوا هون عند الشركه الخاصه فيهم، هذا المبنى لهم كامل، ترى كتابات اكبر من التصوير. هسه انت بتشوف الكتابات يا ساده، ولكن على الطبيعه حجمها كثير كبير، يعني طلعوا هون مرسوم من هون لاكثر من نص الكرفان مكتوب انه ماي نيم السلام، اسمي سلام وسلام هو اسم الكرفان، وهي رسالتي للعالم كله. يا اهلا وسهلا. والله اخيرا اكبر بكثير. والله اكبر من جهات بكثير بالله. فشوفوا يا جماعه حجمه جدا كبير السرير. ايش الوضع يا معلم؟ شو الامور؟ احلى هسه بسلام. احلى هسه بسلام سيدي. ترى في الفيديوهات كنت احاول اطلع الصور بس ما اعرف اشوف كويس. ايش رايك هسه انت بتشوف الصور على الحقيقه لايف؟ شوف الصور لايف انت يا معلم. كثير ترى شباب دخلوا الكرفان وكثير تفاجئوا منه، تفاجئوا من جماله من جوا. ما شاء الله ما شاء الله. رعد خليني اشرح لهم عن شهاده الهندسه الصناعيه. انا انسان بقدس تعليقاتكم بقراها، وفي الفيديو الماضي قرات احدى التعليقات اللي بتقول كيف انت يا جهاد كنت تدرس هندسه برمجيات وتركت الجامعه ومهندس صناعي، يعني الموضوع مش راكب مع بعضه. يا جماعه وانا بدرس في الجامعه هندسه برمجيات كنت موظف في احدى الشركات مهندس صناعي، يعني انا انسان كنت اشتغل وادرس بنفس اللحظه، كنت اشتغل في الهندسه الصناعيه وكنت ادرس هندسه برمجيات في جامعات الاردن، فبالتالي كانت دراسه وشغل نفس اللحظه. وكثير منكم بيعرف القصه لما دخلت الشركه عامل وترقيت وترقيت لحتى ما وصلت مهندس صناعي. كانت موضوع خبرة وشغلة أنا اشتغلت فيها وأتقنتها بحرفية، ما كانت هوايتي الصراحة ولا كانت الإشي الواو اللي أنا بدي إياه، ولكن كانت عبارة أن أنا حطيت جهد فيها وترقيت في شغلي حبة حبة حبة. كثير منكم بعرف القصة. كابينة القيادة من زمان عنها، من زمان ما سكت في الكرفان، والله من زمان. طبعا أنا بستنى بوقت غروب الشمس، استني هيك بدعي من ربنا يا رب يجي غروب الشمس بسرعة لانه وقتي المفضل. وثاني شيء عشان اطير الدرون كل لقطات جدا بتجنن. طبعا هذا يا جماعه اللي ما بعرف اسمه، هذا الدرون اسمه ابو العواصف. عمي عنده سياره ام العواصف، ولكن هذا الدرون اسمه ابو العواصف لانه بيطير في اي مكان ما شاء الله عليه جبار بيتحمل، فبالتالي ابو العواصف. دروننا ابو العواصف مافيك اير 2، خلينا نطيره الان. تقدر تطيره من ايدك ترى، بس انا ايش اكثر امان لان انجرحت منه قبل هالمره. 3 2 1. How can I help you? I'm in America. This is Houston, Texas. Yeah. Okay. My daughter runs Westheim. هذا بيكون
هومليس. Are you homeless? I am homeless. You are homeless. Tourism West Ham. يا جماعة طبعا احنا هذا اللي بنعمله كثير غلط، تمام؟ هايو قاعد بيحكي وبحاول روج لحاله، بحاول لم فلوس، هذا الحكي اللي تعملوش يا جماعة نهائي، توقفش بينهم هذول الاثنين. يا جماعة اللي صار قبل شوي اياكم تعملوا نهائيا انك توقف بين اثنين هومليس، ولكن انا الصراحة حظيت بتجارب كثيرة معهم في نيويورك، في نبراسكا، في الداون تاون، في لوس انجلوس، في اي مكان بدكم اياه، فباي لحظة ممكن يأذيك، ياخذ منك درون، ياخذ منك كاميرا، ياخذ تليفونك، شنطتي اللي وراها كنت اطلع عليها طول الوقت لانه ممكن ياخذها برضه. وليش طبعا احنا عاملين هذا الحكي؟ لانه احنا موجودين في منطقة فيها ناس كثير فبالتالي مش خايفين. والنقطة الثانية انه رعد موجود، صرنا اثنين هسه يا جماعة بتفرش معنا عاد اثنين شباب ف خليك على يقين انه كل غربة بتعيشها راح تعلمك، راح تقويك، راح تخليك انسان ثاني. ولكن كيف راح يكون هذا الانسان؟ هذا الشيء بيدك انت، اما ترفع حالك لفوق وتصير او تدفن حالك تحت التراب وتنتهي. تعالي على الانستغرام لانه كل شيء جديد موجود هناك، ولا تنسى تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس، واشوفكم في الفيديو الجاي.